التعامل معاه. اه طبعا نفسي اتعامل معاه. مين تاني من الناس تحب تتعامل معاه؟ عمرو طبعا نفسي اتعامل مع عمرو دياب. كتير كتير كل يعني حماقي نفسي اعمل حماقي شغل، عايز اعمل رامي صبري، عايز تمام عادي يعني. طيب مين الناس اللي ما تعاملتش معاهم عشان ما تقوليش انا دي ملحنها فغنيها؟ انا عايزه بقى اشوف تامر البسيط اللي ممكن يغني لاي حد. ممكن اغني لمحمد محي. محمد محي جميل، يا ريت. اغنيه ايه؟ قادر وتعملها مثلا. قادر وتعملها. قادر وتعمل وتنسى هواك، الغدر من طبعك عايش جواك. قادر وتعمل وتروح وتنساني، أشواقنا تقتل وتحن من تاني، وروح بعيد مش هبكى على اللي تاني، روح خلاص غلطة وبدفع تمنى غالي. قادر وتعمل وتروح وتنساني، أشواقنا تقتلها وتحب من تاني. طب صدق بقى ان انت غنيتها بطريقة مختلفة عن محي. انا محي بقى يعني بموت فيه، بموت في كل اغانيه يعني. من هو فنان جميل بصراحه يعني، واحساسه عالي وبجد، واغانيه بتتناول مواضيع مختلفه جدا. بس انت غنيتها بطريقه مختلفه، عشان كده السؤال اللي كنت سالته لك قبل كده، انت مركز في دي يعني؟ في بعض الناس اللي بيركزوا في ده. لما هغني لحد فاركز ان انا ما اغنيش زيه عشان ما يقولوش بيقلده او كذا. انت بتقول انت سايب نفسك. خالص، بس يعني انت دي مغنيها فعلا مختلفه، عشان انا بحب خالص الغنوه دي، وبحب خالد عز ملحن الملحن الغنوه دي طبعا، وعامل حاجات كتير جدا. احساسه رهيب، وهو ومحي بيتفقوا مع بعض في حاجات حلوه قوي. جميل. لسه في علاقاتك مع الفنانين وبرده بعد ما بقيت مطرب، يمكن برده من الحاجات والاشاعات اللي بنسمعها دايما كده، ان لو الملحن او المؤلف غنى بيفقد كتير من اصدقائه في الوسط الفني وغير اصدقائه. يمكن كتير من المطربين بيتضايقوا منه مبدئيا يعني، وبعدين كمان ما بيلجأولوش بقى خلاص، بيعتبروا ان هو منافس اكتر منه مساعد يعني، او ملحن، او ان انا ممكن اديك طبعًا حاجه كويسه يعني، يقلقوا منه شويه. طبعًا. ده حصل معاك؟ حصل معايا، بس يعني فيه وفي يعني، مش كل بيفكر بالطريقه دي يعني. انا في ملحنين صحابي هيغنوا، انا عايز منهم الحان عشان انا اغنيها، عايز اخرج بره المود اللي انا عايش فيه دوت يعني. اكيد في كل المطربين هتعوز انها تخرج بره المود، بس هي النقطه بتبقى في ايه؟ لو انا جيت سمعت مطرب حاجه كويسه، هيقول لك طب هو سمعني حاجه كويسه، شايل لنفسه ايه؟ انت اللي بتروح للمطرب يا تامر؟ عادي، ممكن اروح للمطرب او هو يجي يعني. لا يعني انت دلوقتي، انا بتكلم برضو في الوضع اللي انت فيه، سيبك ان انت كملحن كنت بتعمل ايه، انا بكلمك دلوقتي حاليا. انت بتقول ان انت يعني امين كفايه ان انت لو في لحن ممكن ما ينفعش معاك مش هتغنيه، تروح بقى لفلان اللي هو احد الناس اللي ممكن يكونوا بعدوا عنك، تقول له انا شايف ده يلايق عليك، ولا برضو لو حسيت انه بعد عني استحاله اروح اسمعه؟ استحاله، مش ممكن. ما هو لو مقرب انا ممكن اديله لحن انا اغنيه. طب يمكن عشان تثبت له ان انت شاف ده، لازبط بقى يا جماعه. يا جماعه عادي، انا شغال ملحن برضه. لا بصي، هو الموضوع مش شغال، انا مش ممتهنها يعني، انا مش واخدها مهنه وعايز انحت عشان اعمل حاجه. الحمد لله في ناس كتير بتحب صوتي وبتحب ان انا اعمل لهم اغاني واعمل لهم حاجات، بس انا بجد متعتي في ان انا اخلي ده يغني دي. بحب اعملها، وفي اغاني كتير استحاله اغنيها يعني. عمري ما اطلع انا على مسرح اقول بتلون لي عليا، ما ينفعش. دي تليق على مادلين. في غنوه اعملها تليق على حمائي. ما تليقش عليا. انت بيجي لك الكلام الاول ولا بتعمل اللحن الاول؟ ولا حسب يعني؟ معظم الاغاني اللي بعملها بتبقى الحان بخلصها انا الاول، بعد كده بيركب عليها كلام. بتكون مخلص الالحان؟ بتبقى باينه، هي بتبقى واضحه يعني. على قد حالي مثلا خالد عجاج باين ان ده موضوع وانا لحنته. طب هي بتلون لي عليا تيمه واتكتب عليها. الاغنيه اللي هنسمعها دلوقتي منك خدها كلمه. قبل ما يعني قبل ما نسمعها هسالك سؤال مباشر كده، حد قال لك ما تغنيش؟ حد قال لي ما تغنيش؟ كتير.
كتير جدا. انا قلت هتقول لي بقى لا 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 كان يعني ما حد. لا 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 كتير قوي قال لي ما تغنيش، اوعى يا ابني تغني هتخش في الطريق ده والله العظيم ما هتشوف حد يجي يسمع منك لحن تاني خالص. ده انا بكلمك على ناس في الوسط. انا في الوسط اكيد طبعا اكيد. وبعدين اوعى تغني الالحان هتضيع منك والدنيا هتقع ما تقربش. مطربين اللي قالوا كده ولا ملحنين زمايل ولا شعر؟ شعرة شعرة فين يا استاذ فوزي؟ تيجي تشوف. ما قصدتش يا استاذ فوزي والله. لا طبعا مش الاستاذ فوزي، بس يعني بستغرب لان لا يعني المنافس بتاعك الاول هو المطرب او الملحن. اه بس اللي انا هتاخد منه الشعر. اللي انت اللي انا هتاخد منه الشعر. اللي انا مش هبدا الحاني في ايه؟ هتلحن له كلامه. مش هلحن له كلامه. ياه. اه بس بالمناسبه اغنيه خدها كلمه الحان محمد رحيم. كلام نادر عبد الله مش لحن يعني. انا الاغنيه دي حاببها جدا برضه. طيب نشوف بقى خدها كلمه اللي مش لحنك ولحن الفنان محمد رحيم. يلا نشوف خدها كلمه نسمع.
ميرسي شكرا. الله 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 الله. ميرسي ربنا يخليك.